طب خلينا نسمع كابتن محمود الخطيب قال ايه في الفطار النهارده. الحقيقه يمكن احنا حبينا ان احنا نقعد مع بعض، حبينا ان احنا نشوف بعض في بيتنا في النادي الاهلي اللي كلنا اتعلمنا فيه حاجه كتير جدا، علشان في رساله مهمه جدا عاوز اقولها ليك كلكم. احنا بنلعب رياضه، والرياضه فيها فوز وفيها خساره. النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين عدد مرات الفوز بتاعته كتير جدا، تاريخ كبير. بس انا النهارده بتكلم على فريق طايره، سواء رجال او بنات، بنعتبره احنا وبيعتبروا الواقع وبيعتبروا التاريخ ان انتوا فرقتين من الفرق التاريخيه الاسطوريه. اللي انتوا حققتوه محدش تاني حققه، اللي انتوا انجزتوه محدش تاني عمله. علشان كده انا عايز ابتدي بفريق الرجال. احنا سعداء بيكوا جدا، انتوا اخلصتوا جدا جدا في شغلكم، انتوا بقالكوا 20 سنه واخدين اكتر من 45، او في خلال 20 سنه اللي فاتوا، اخر 20 سنه 45 بطوله، ما بين دوري، ما بين كاس، ما بين افريقيا، ما بين عرب. انتوا يجب انك تفخروا بنفسيكم، والنادي الاهلي فخور بيكم، وجمهور الاهلي فخور بيكم، ان هو شايفينكم بتاعته ازاي، شايفينكم مخلصين ازاي. علشان كده كنا لازم النهارده نقعد نتكلم، ترفع راسك ان انت راجل اولا اهلاوي، نمره اتنين انت ما حدش جنبك، ترفع راسك علشان انت راجل انجزت اللي ما حدش انجزه، اللي انتوا عملتوه خلال في اخر، انا قلت لهم بس هاتوا لي اخر 20 سنه بس، جابوا لي احصائيه باخر 20 سنه بس. في اخر 20 سنه مش اقل من 45 بطوله. مين في المنطقه وفي افريقيا عمل ده؟ بس مش معنى كده ان احنا نكتفي بده. احنا وقت يعني ان احنا نتعثر ده طبيعي، محدش بيكسب على طول، مفيش فريق في العالم بيكسب على طول في اي لعبه من الالعاب. لكن في فريق بتاع بطولات تروح منه مره بطوله، بطولتين، سنه، ماشي. لكن فريق بطوله بيرجع، وبيرجع بسرعه، وبيرجع اقوى من مكان.